هلا الديزاين لازم يعطيني الثلاث بارامترز النهائية، الثلاث بارامترز النهائية اللي هي L، هاي معروفة عندي فايل. هلا V، هلا V كانت معطاة لك بالسؤال، بس راح أفرجيكم طريقة كيف أنت V أنت تبدأ وتختار أنسب سرعة لهاي العمارة. بس V كانت مثبتة هون قديش كانت متذكرين؟ 1.6 مش هيك؟ إذا لما بروح للشركة الآن، الشركة اللي بدها تزودني كوني ولا اوتس ولا هذا، بقول لي ايش المواصفات تبعتك؟ هاي احد اهم المواصفات اللي تدخل فيها، بدي خمسه من هدول. هلا بدنا نحسب الحجم والمساحه اللي باخذها، وبدنا نحط عرض الكار او طولها او هيك. بس هاي عددهم خمسه، خمسه هلا احتمال بدي بقدرش احطهم اربعه وواحد. ايش الارتب اني احطهم؟ ثلاثه واثنين، فاحتمال الخمسه هدول يصيروا ثلاثه عندي هون متساويين راح يكونوا، وراح احط اثنين هون. هلا يا اثنين بحطهم، خليني ارسمهم بشكل اوضح هون، يا بحط الاثنين يكونوا aligned او بينهم فراغ. والله الانفراغ ما عمري خطرت على بالي، هاي ممكن تعملها، بس هو عادة بتنزاح تزيحها بحيث يكونوا في كتير عمارات بكون اللوبي فاتح من هون وفاتح من هون. احيانا بنسكره، ليش احسن اخليه مفتوح؟ اذا المعماري بده يعمله بصير اسهل الحركه والدخول والخروج، بيجي ناس من هون بيجي ناس من هون. وهذا شايفين كيف مسنتر بالنسبه لهاد، وفي طبعا مواصفات عالميه بتوصف قديش المسافه المقترحه بين هدول الاثنين. عاده تقريبا بتكون عاده مره ونص او ضعف الدبث تبع المصعد من هون، الدبث هذا اللي موجود هون. اوكي، هي صار عندنا بدايات ديزاين. طبعا الحجم هذا ايش بده يعتمد؟ على الكاباسيتي. من وين بدي اخذ الكاباسيتي؟ من هون. هلا في اكثر من طريقه حتى احسب هذا الرقم. اول شيء ما بصيرش هذا يكون فراكشن، ما فيش عندي ستاندرد سايز. متذكرين ستاندرد سايز شو كانت؟ كانت تتبع الار 10 مش هيك؟ بدينا اظن 630 اللي هي 8 راح احطها بين قوسين 8 اشخاص، كان عندي 800 اللي هي 10 اشخاص، بعدين عندي 1000 اللي هي كانت 13 شخص. فواضح احنا راح نكون في المنطقه هذه من هون، بس في شغله ثانيه راح ناخذها بعين الاعتبار. وخليني احط ال 1275. هلا هي المشكله هي ما فيش 1250، هي 1275، واظن هاي اظن 17، وبعدين عندي بشي 1600 واللي هي 20. اوكي، هلا احد الاشياء في كثير ناس بحب يستعملها، بحب يقول انه الرقم النهائي يكون 80%، يعني هاي ما تتسع لاكثر من 80% من حمولتها. فحتى اطلع الرقم شو بدي اعمل بهذا الرقم؟ اضربه في 0.8 ولا اقسمه على 0.8؟ اذا قسمته على 0.8 ايش بصير فيه؟ بكبر مش هيك؟ فبكون عندي هلا سي سي بدها تساوي، هلا انتبهوا السيلينج هاي مش سيلينج حقيقيه، هاي سيلينج للبريفيرد فاليو. بس انا بستعملها، يعني احط هون كلمه بي، بي يعني بريفيرد. عندي 10.86 على ايش؟ على 0.8. قديش بعطيني 10.86 على 0.8 بعدين سايزد اب لواحد من الارقام هذول اللي هو 8 10 13 17 20؟ هاي 13 و57 تطلع 13 و57. هلا اذا طلعتها بدي اطلعها 14، بس فيش عندي 14، بدي اضطر اروح ل 17. فهاي بتساوي 17 باسنجر اللي هي 1250. اذا عندي سي سي بدها تكون 1200، هي الصحيح المفروض تكون حسب الرينارد سيريز 1250 كيلو، بس الرقم اللي مستعمل هو 1275 ستروك 17 باسنجر. هي صار عندي ديزاين. اوكي مزبوط، صار عندي ديزاين، وهذا اوبتيمال في كثير نواحي. طبعا احد الاشياء اللي ما اخترناها احنا اللي هي السرعه، وفي طريقه هلا رح احكي لكم عنها. اختار السرعه كانت معطاه عندنا هون مضبوط 1.6.